بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. تمام، نبدأ على بركة الله. وأخذنا في الحلقات الثلاث السابقة كيفية كتابة ورسم الحرف من الألف حتى حرف الغين. أتمنى إن شاء الله إن إحنا نكمل باقي الحروف اليوم، بس مش معنى كده إن نكمل باقي الحروف اليوم إن حضراتكم ما تراجعوش على اللي عدى، لازم اللي عدى ده يتراجع عليه 50 مرة. ما كتابة من الشمال قراءة، آسف، قراءة من الشمال لليمين، قراءة من فوق لتحت، تقرأ حرف وتسيب حرف بالشكل ده، إحنا أنتوا كده هتتأسسوا صح. غير كده لو قعدت مع عالم في اللغة العربية وما عرفتش لو الحروف دي، سمحت لو سمحت أكمل الشبكة كلامي. والصوت، بتقول إيه؟ الشبكة والصوت وحسين، الشبكة والصوت وحسين. الشبكة والصوت وحشين؟ طيب الشبكة عندي كويسة جدا، والصوت حد يتكلم عن الصوت تاني غير الأستاذة دنيا؟ ها؟ ودي صوت كويس. الصوت كويس، يبقى المشكلة عندك يا أستاذة دنيا. المشكلة عندك أنت، الشبكة عندك ضعيفة فبالتالي الصوت ضعيف. تمام. فبالتالي هنقرأ الحرف فوق، نقرأ حرف ونترك حرف، نقرأ حرف ونترك حرفين. ها؟ حد يمليني ويمليني إيه؟ يمليني إيه؟ حروف مختلفة مش بالترتيب ألف باء تاء، لا طبعًا. كده أعرف أوصل بقى. كده تأسيس صح. أما تقول لواحد أنا حفظت الحروف كلها وأعرف أكتبها من بدون ترتيب، والله بفضل الله. كل تخيل بقى الحاجات السهلة ده هي أساس القراءة والكتابة. طب تخيل بقى اللي هيجي بعد الحروف دي أسهل من الحروف، أسهل والله، أسهل من الحروف. هتجمع كلمة بكل سهولة والله هتجمعه، ما تستصعبش الأمور. اتأسست في الألف باء صح؟ شكرا، أنا كده اطمنت عليك إنك هتتعلم مني أو من غيري، مش كلام. نبدأ على بركة الله. إحنا أخذنا الحلقة دي مكان حلقة يوم السبت القادم. ليه؟ عشان احنا عندنا ظروف هنحكي لكم عليها على الواتس، وان شاء الله الله المستعان يعني. نفس الكلام، نفس الحروف، كل حاجه، كل حاجه من الاول. ركز معايا الله يخليكم. نفس الكلام، ألف، وطول ما أنا بقرأ بكتب الكلمة أقعد أقرأ ألف 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 باء باء باء. يا ريت تقرأ معايا والله، تاء تاء تاء.
ما تستمعش فقط، لان مش انا، انا ما بسمعلكش اللي انا حافظه، انا بقول لك عشان تتابع معايا. ثاء 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 جيم راس ورقبة فوق السطر اهو، جيم وقاعدة تحت السطر، ونصف في نصف الجيم، جيم حاء. خاء. دال. ذال. راء. زي. سين. شين. صاد. ضاد. طاء. ظاء. ظاء 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 ظاء. عين. رأس ورقبة فوق السطر وقاعدة تحت السطر. عين. غين. رأس ورقبة وقاعدة تحت السطر. فاء. هكتب الفاء ازاي؟ ركز معايا، عارف الباء؟ هكتب منها الفاء. الباء؟ اي والله الباء اهي، هكتب لك الباء بس من غير نقطة اهي. بس ما تعملش كده يعني. تمام؟ عارف الهمزة ده؟ اهي. واحدة أطول من واحدة. اه تخيل بقى، هجيبها كده اهو، هي دي الفاء اهي. طب اكتبها بقى لوحدي كده، اعملها ازاي يا استاذ؟ ركز. الفاء اهي، حته من الهمزه، جزء من الهمزه اهو اهو اه والله اهو فوق السطر اهو، واعمل فيه حرف الباء. طب انا مش هعرف اعمل كده يا استاذ، هقول لك تعمل ايه. هات من تحت لفوق، من تحت لفوق اهي. طب هعملها الكبيره، هعملها كبيره من تحت لفوق اهي، من تحت لفوق اهو. بس اللي فوق اقل من اللي تحت، تخيل بقى كده، وهرسم فيها حرف الباء اهو، من تحت لفوق اهو، وهرسم فيها حرف الباء كبير طبعا اهو. فاء. امال القاف؟ عارف الكسل اهي اللي احنا قلنا عليه؟ تخيل هطلع منها القاف ازاي؟ الكسل اهي اهي، السنه الثالثه بتاعت سين والشين والصاد اهي، والصاد اهي اهي، شيء دي؟ اه. انت عارف هطلع منها القاف ازاي؟ هاخد راس الفاء احطه اهي، واحط النقطتين. طب اكتبها بقى يا استاذ كويس؟ تمام، نكتبها بقى كويس. اعرفك تكتبها ازاي؟ نفس الفاء من تحت لفوق اهي، انا هعملها كبيره شويه، من تحت لفوق اه، واللي فوق اقل من اللي تحت شويه، وهعمل الكسر اهي، تخيل اهي الكاس اهو، الكاس اهو، والنقطتين اهو، الكاس اهو. لو حذفت دي الكاس موجود اهو، نفس الكاس اللي احنا كنا رسمناه من قبل. تمام. القاف. الكاف لها شكلين، الكاف لها شكلين، ايوه لها شكلين، والسين برضه لها شكلين، والباء والتاء، وهنتكلم فيها دلوقتي ان شاء الله، او الحصه القادمه ان شاء الله. القاف. الكاف. الكاف ركز، عارف الباء اللي ايه يا استاذ؟ وكل حاجه الباء. ايوه يا اخويا كل حاجه الباء اهي، الباء بس من غير نقطة. عارف الألف؟ قال لا ده أنت غيرت أهو، أي بس من غير همزة. قال لا الألف من غير همزة والباء من غير نقطة؟ أه تخيل. أدي الكاف. أمال اللي جواها دي يا أستاذ إيه؟ مش الهمزة؟ لا. أنت تشوفها كأنها همزة، هي مش همزة، هي كاف صغيرة. يعني إيه كاف صغيرة؟ أوريك الكاف التاني عشان تقول لا، أقول لك عليه. كاف صغيرة إزاي؟ عاملة كده.
انت تشوفها كانها همزه، لا هي كاف صغيره، عشان بس ايه ما حدش ايه يكون عنده معلومه عن اللغه العربيه ويقول لك لا دي ايه اللي في وسط الكاف دي ليست همزه. ايوه نعم ليست همزه، انما هي كاف صغيره. طب الكاف الثانيه يا استاذ بكل سهوله هتعمل يا راجل. اه والله عارف الدال دي، ايوه هعملها بس كبيره شويه. الدال او الدال اهي يا استاذ، ها احط نقطه، لا نقطتين، مش انت عملت الدال كبيره شويه؟ انت عارف الكاف زي الدال، اقول لك وفيها خط كده اهو من تحت لفوق اهو، ادي الكاف الثاني، الشكل الثاني للكاف. طب تعرف تعمل لنا اللام يا استاذ؟ يا سلام، عارف الالف؟ ايوه بهمزه؟ لا من غير همزه. طب يا استاذ ادي الالف اهو، عملنا الالف يا استاذ. عارف الكاسه دي؟ اه بس من غير السنه دي اللي فوق دي اهي. الله ايوه يا استاذ الله، زيها بالظبط. ونعمل الزلف اللي احنا قلنا عليه اهو، مع الطاء اهو، مع الطاء والظاء واللام اهو. طيب الميم هعملها ازاي الميم دي يا استاذ؟ اسهل حاجه كله بيغلط فيها وبيشتغل بمزاج، انا هقول لك على الميم دي سهله جدا جدا، ركز. انت عارف كل الاغلبيه هنا الاستاذه، ما حدش، الاستاذه اسيا دخلت وخرجت، اه خرجت وما دخلتش تاني، تمام؟ ركزوا معايا، ادي السطره هعمل الميم ازاي؟ عارف رقم 8؟ بتاعنا؟ اه بس ملوش راس. يعني ايه ملوش راس؟ استاذ محمود لو سمعت اقفل، ما تفتحش المايك طول ما الحصه شغال. زي الثمانيه كده بس من غير راس. يعني ايه من غير راس؟ يعني واخده لفه كده. وحاجه تانيه، ضلع اكبر من ضلع. يعني ايه؟ هوريها لك ايه؟ هوريها لك كبيره اهي، ضلع اكبر من ضلع. تخيل بقى، هي دي الميم، اه هي دي الميم اهي فوق السطر بحاجه بسيطه خالص، بحيث ان الضلع التاني اهو يجي تحت السطر او فوق السطر برضه اهي اهي. وهعمل دي كده اهو اهي على السطر اهي، وهعمل لها ديل اهي اهو، هو الديل اهو. الميم سهلة خالص اهي، تمانية طرية، تمانية طرية يعني ايه؟ ما هيش عاملة زاوية كده، مش واخدة الزاوية دي، لا تمانية طرية اهي. وارفع لفوق، اقفل التمانية دي واعمل لها الديل بتاعها اهو على السطر. ميم. طب والنون يا استاذ؟ اسهل حاجه النون. ايه يعني؟ ركز اهي، عارف الكاس ده اهو؟ والله هاخده بس، مش هعمل في حاجه تاني. هاخده بس كده اهو. بس كده؟ اه وهحط النقطه بتاعت النون في نص النون. الله الله الله، شوف كل حاجه سهله ازاي؟ طيب، طب الهاء يا استاذ بترسم ازاي؟ يا سلام، اسهل حاجه الهاء. ازاي؟ عارف الدال؟ ايوه ادي الدال اهي، هعمل لك واحده واحده، ادي الدال. عارف الفاء؟ اه هاخد راس الفاء اهي، هاخدها الزقها في الايه، في القعده بتاعت الدال، واخد تحتها خط كده اهو على خط الهاء. في هاء تانية يا استاذ؟ طبعا في هاء تانية، بنتكلم لسه لسه. ازاي تعرف ازاي تعرف تجمع كلمة؟ ازاي تعرف تجمع كلمة بكل سهولة؟ اللي جاي كله سهل. الواو،
سهل خالص. عارف الراء؟ ايوه. وعارف راس الفاء او القاف؟ ايوه هي، تخيل هي كده اهو بالظبط. هاخد راس الفاء دي. اهي اهي، مش دي راس الفاء اهي، تخيل، واحط بقى الجزء بتاع الراء ده اهو، ده اهو. واو ياه، كله ياه، واللي عامل لي كده، واللي عامل لي حاجات غريبه كده، مش عارف بيعملها ازاي. سهله ازاي يا استاذ؟ عارف الدل؟ ايوه. لو بصيت في مرايه معكوسه، لو عكست الدال او انت كتبت الدال مثلا بقلم زي ده كده على الورقه، انا عايز اكتب لكم نفس القلم كده على الورقه، السلام عليكم. لحظه لحظه. نعم الو، ايوه، الإشارة راحت خالص. الو، عندك انت يا استاذه، عندك انت والله. استاذ بسيوني لو سمحت، نعم. انا عارف الحروف كلها، عارف اقراها بس. لا معلش، كلمني الكلام ده على الواتس، ها قول لي الكلام ده على الواتس. ادي الدال، اقفل لو سمحت المايك بتاعك. ادي الدال، ادي الدال، لو انا قلبت كده اهو الدال اهي، لو انا قلبتها كده اهو حضرتك ما فيش صوت. الو، يا استاذه، يا استاذه لو سمحت هتضيع مني الحصه، اقفل، انت عندك مشكله في الشبكه. ادي الدال اهي، لو انا قلبت الورقه كده هتلاقي بقى الدال مقلوبه، انا مش شايف اهي، دال مقلوبه. تخيل بقى ان الياء دي دال مقلوبه اهي، مش دي الدال اهي، مش دي الدال سمعت يا استاذه لو سمحتي. اعمل ايه؟ انت عندك مشكله في الشبكه، ايه المطلوب مني اعمله؟ معاك كويس بس ما فيش صورة. طيب انا اعمل ايه؟ انت مشكلتك انت، ما حدش اشتكى الا انت. طب انا اعمل ايه في مشكلتك انت بقى؟ شوفي ان التليفون بتاعك اخباره ايه؟ قال الدال اهي. ما انا سامع حضرتك. طب يا استاذ اعمل انا ايه بقى؟ ثاني يا جماعه، حد فيه مشكله يا جماعه في الصوت ولا الصوره؟ لا تمام كويس. ماشي يا استاذ اللي جاي. المشكلة عندك يا أستاذ، المشكلة عندك أنت لو سمحت. تمام، الصوت والصورة يا أستاذ بسيوني، بس أنا كنت عايز أسألك عشان حاجات كده يعني. طب نتكلم من بعد الحصة على الواتس يا غالي. ماشي يا باشا، اقفل المايك بتاعك يا أستاذة دنيا لو سمحت. أدي الدالة أهي. لو أنا قلبتها هيبقى عاملة، تبقى عاملة إزاي؟ تبقى عاملة كده. مش كده؟ والله هي. أهي الياء دال مقلوب، أول حاجة دال مقلوب أهي. وإيه تاني يا أستاذ؟ وحاجة بسيطة هتتعمل فيها بس. إيه اللي هتتعمل فيها؟ هتعرف تعمل لي الحتة دي؟ يبقى ما شاء الله عليك، ممتاز. إيه هي الحتة دي؟ ديل صغير كده، أنا هكبره لك شوية. هاخد من الدال المقلوبه اهي، الدال المقلوبه اهي اهي، هاخد ديل صغير. شوف انا هبعتها لك شويه عشان تبقى عارف انا بعمل ايه كده اهو. تعرف تعمل كده؟ ما تعملش كده، كده هي مش كده، هي مش نازله كده، مش نازله كده. شوف نازله فين، ماشيه فين اهي. تعرف تعمل كده؟ ايوه. الفتحه دي ما تبقاش كبيره بالضخامه دي، لا تبقى صغيره، بس انا مكبرها لك. تمام، انا خدتها كده اهي، اكمل بقى كده الدوران جميل يجيب لي الياء. طب اعملها بقى كبيره اكبر من كده واوضح. اعملها تاني اوضح اهي، مره اخرى الياء اهي اهي، والدوران اهو، والقعدة اهي. طب انت عارف دي بتاعت ايه؟ جزء الحاء ده، جزء الحاء والجيم. جزء الحاء والجيم، وجزء العين. العين، ايوه العين. لو انا عملت كده اهو، كده اهو، هكمل حرف العين اهو.
حرف العين شوف معمول ازاي، مش معقول كده زي ما احنا بنعمل الياء كده يا راجل. طب هتعمل العين ازاي يعني، شكلها فين وفين الايه دي؟ ايه دي كلها فتحه؟ شايف فتحه دي ايه؟ اه نفس الكلام، اعملها على صغير بقى. لازم تحط النقطتين تحت الياء، مصريين لازم بدون النقطتين ما تبقاش ياء. علماء الخط قالوا كده، بدون النقطتين ما تبقاش ياء. ده احنا عندنا مبدوء موجوده من غير نقطتين يا استاذ بنقراها ياء. لا، من غير نقطتين ما بتبقاش ياء، بتبقى حاجه اسمها الالف اللينه او الالف المقصوره. يا استاذ مالناش دعوه بالكتابه بتاعت زمان، خلاص شكرا. احنا بنقول الصح كده. الحروف كلها اتكتبت اي، في كمان حاجه زياده عن الحروف، مش للمغاربه، لا لكله. ايه هي؟ التاء دي بنقول عليها تاء مفتوحه او مبسوطه. مبسوطه يعني مفتوحه يعني مفروده. طيب امال في تاء تانية؟ ايوه في تاء تانية. تاء ايه؟ مربوطه. تاء مربوطه؟ ايوه. طب اعرفها ازاي دي؟ عارف دماغ القاف او الفاء؟ هي بس كده، دماغ مقفول. ايه تمام، وعلامه نقطتين، دي اسمها تاء مربوطه. تاء مربوطه كده. احنا خلصنا الحروف كلها. طيب نقرا مع بعض بقى اللح الجديد. هو جديد منين؟ من اول هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 حروف. نقراهم مع بعض كده، اقرا معايا بصوت عالي مع نفسك وما تفتحش الميه. فاء، قاف. قاف ايه ده يا استاذ؟ انت بتتخن حسك كده يا استاذ؟ ايه يا استاذ كده؟ روق، عشان في الحلقه القادمه ان شاء الله نعرفك ان في حروف رقيقه وحروف غليظه، زي مثل ايه؟ الولد والبنت، او الرجل والمراه. الرجل والمرأة رقيقة ليس غليظ الرجل، لا لا عفوا، لا، لكن المرأة رقيقة. نفس الكلام، عندي حروف مفخمة، مفخمة يعني غليظة، ماشي، عشان لما نعرف نقرأ القرآن في حروف مفخمة وحروف مرققة رقيقة. المفخم ده بيخرج من هنا من الحنجرة يعني، فأنا بقول قا، ما أقولش قا قا قا، يبقى أنا بتكلم على إيه؟ كا. لا، قا قا قا، قلم قا. هنا بقى ما اقولش قا، لا مش قا دي، كا كا، كسل كسل، كا كتب، كا ما اقولش قطب، لا اقول كتب. طب لما اقول قلم ما اقولش قلم قلم قلم، لا مش قا، هي مش قا. مش عايزين، معلش انا اسف لفظ، مش عايزين دلع في قراءة الحرف، لأن عندي حرف مرقق لازم يقرأ خفيف، وحرف مغلظ لازم يقرأ بالغلظة بتاعته أو بالتفخيم بتاعه. الكلام ده مش هنقوله دلوقتي، احنا هنقوله في حصة قادمة. ده كله ليه؟ بتعرف المخفف من المرقق أو المرقق من المغلظ؟ عشان لما سعادتك تسمع الكلمة تعرف هل هي قاف ولا كاف، قاف ولا كاف، تاء ولا طاء. شفت بقى؟ انا بقى لازم تبقى عارف ليه، عشان تبقى عارف الحاجات دي كلها هشرحها لك واحده واحده بفضل الله. قاف كاف، ودي كاف ايضا، لام ميم ميم ميم، نون. قرآن وضح الكلمة جدا في آية، أول آية في القرآن في السورة، سورة إيه؟ نون، والقلم وما يسطرون. نون نون. هاء هاء، واو واو. طب لما يقول لي واو ماشي،
ياء ياء، ما تقولش يا وزه ويا بطه ياء. تاء مربوطه، تاء مربوطه، تاء ايه؟ مربوطه. يا ريت حد، يا ريتكم كده تصوروها كده سكرين شوت، صوروها كده عشان تراجع عليها مراجعه كامله متكامله، بدل الايه؟ الحروف اللي احنا اخذناها جزء جزء، هي كده كامله ايه؟ يا ريت حضرتك تصورها لي، او يا ريت حضرتك تصوروها لي سريعا كده. اما ابعد بس اهو، صوروها عشان ايه؟ تستخدموها سكرين شوت كده، عشان تستخدموها في القراءه، في اعاده الكلمات. صورت طب يا حضرتك استاذ. انا مش شايفاها. طب يا استاذه دنيا، انت عندك مشكله عندك انت، لان الكل بيسمع طب ما انا وبيشوف. سامعاك، طب ما هو طب ما انا الكل يا سامعاك حبيبتي كويس سامع، يا جدا. استاذ يا استاذ، الكل سامعني وشايفني، حد مش شايفني يا جماعه؟ حد مش شايفني؟ لا انا شايفك حلو. طيب خلاص خلاص يا استاذه دنيا، استاذه دنيا لو سمحتي، الكل مظبط كل حاجه. شوفي يا حضرتك عندك مشكله في الايه، في النت او في التليفون. نقرا بقى كده مره اخرى. فاء معايا بقى، من غير ما، من غير ما تفتح المايك. فاء قاف، قاف قاف، غلط غلط غلط، قاف قاف من هنا، قاف قاف. كاف، شوف الرقيقة زي كاف. كاف لام ميم، ميم نون هاء، هاء واو، واو مش واو، واو لا واو. ياء، ياء هي اسمها وا يا استاذ ولا واو؟ ركز معايا، وا لو عليها فتح دي اسمها الحروف المجردة من الحركات. عشان اتعلم اقرا صح لازم اعرف اقرا الحروف دي، اسمها الحروف المجردة من الحركات. الحركات اللي هي التشكيل، اللي هو التشكيل، الفتحة والكسرة والضم، دي اسمها الحروف المجردة من الحركات. فانا اقول، هقول غين، بس لو موجود عليها فتحة ما اقولش عليها غين. هنتكلم في كل حاجة بفضل الله واحدة واحدة، تمام؟ ها نقرأ بقى. فاء معايا، ها قاف، ها كاف لام ميم نون هاء واو ياء تاء مربوط. استاذ احنا عارفين الحروف دي كلها يا استاذ، تمام. اعرف بتتكتب ازاي، اقل حاجه في الحصه تعرف بتتكتب ازاي، استحاله هتعرف تكتبها زي ما انا كاتبها، او استحاله تعرف الحرف هيبدا كتابته منين. انا عرفته لك اهو، لو انت ساعدتك عارف الحروف، او ساعدتك عارف الحروف هتعرف ازاي تكتب الحرف بالشكل الجميل، والحرف او الكلمه بتدل على صاحبها. فلازم تكون انتوا ما شاء الله، ما شاء الله كلكم جمال يعني، فلازم تكون كلماتكم جميله عشان انتوا اصلا جمال. طيب ناخد بقى الحروف كلها. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد. ما تسمعش بس، انا ما بسمعلكش اللي انا عارفه، فانت لو سمحت ما تسمعش، اقرا معايا. صاد غليظه، الغليظه هقول لك الغليظه. صاد ضاد مش داد، ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء تاء مربوطة.
يبقى انا عندي كم حرف غليظ؟ خمسة. صاد ضاد طاء ظاء قاف. صاد ضاد طاء ظاء قاف، خمس احرف مفخمه غليظه. مش هنقول المرقق دلوقتي، واحده واحده. تمام؟ يبقى لما اجي اقرا دول لازم اقراهم بحس تخين كده، ضغط كده. صاد طاء طاء ظاء قاف. مش هقعد اضغط كده، انا هتعود بقى. تمام؟ طيب نقدر نقرا الحروف كده؟ اه. النصيحه بتاعتي هو تقرا الحروف كده. تقرا الحروف بالعكس. تقرا الحروف كده. تقرا حروف مختلفه، تقرا ده وتحط ايدك هنا تقرا. تقرا دي وتحط هنا ايدك، وده 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 كده. كده عرفت كل الحروف، وتقرا وتكتب. وكل ما تكتب حرف زي ما احنا قلنا، طول ما انت لسه ما خلصتوش كتابه لازم تقعد تقرا فيه. ها؟ الف. طب دي ايه يا استاذه دنيا؟ ها؟ ألف دي ايه؟ راء ها؟ راء ها؟ راء اللي عين بعدها ما هي؟ عين ها؟ نون تمام. ها؟ باء ها؟ زاي ها؟ غاي غين. هاء غين هاء تمام، كفاية هاء كده يا أستاذ، كفاية كده يا أستاذ. مين تاني؟ مين تاني بعدها؟ مش عارف، كلكم كاتبين بالإنجليزي. طيب الأستاذ صديق. أستاذ صديق. مش معايا الأستاذ صديق، رغم إن هو موجود بس. طيب الأستاذة لجينة. ها؟ لا ها؟ لا ها لا ها سين. ها لا ها واو برافو ما شاء الله. ها لا تاء. ها شين ها قاف ها يا يا جماعة، اللي مش عارف حتى برضه بقول له اقرأ يقرأ، لأن ما حدش شايف حد. لا والله واحدة بتصرخ بتقول الحروف بتصرخ في ودني. لا مش انا بتكلم، الاستاذ وحيد. استاذ وحيد. النت وحش، النت وحشة. جيم ها صاد ها كاف ها تاوز لا، تاء مربوطة، مفيش حاجة اسمها تاوز. تا مربوطة تا ها مربوطة ها ها ضاد ها كيف تمام، كفاية كده. أستاذ محمود صابر. معك أستاذ ها خا ها طه لام دال ظه ها ميم ظه دي ظه ودي ظه دي ظه انهي واحد دي؟ دي ظه دي اللي من تحت دي ظه طب واللي فوق؟ دي ظه زين ها؟ اسمها ايه؟ زين لا مش زين، دي زين. زين دي يعني بتلخبط فيهم. تمام. زين دي زين اسمها ايه يا زين استاذ محمود؟ دي اسمها ايه يا استاذ محمود؟ زين حط لسانك ومن اسنانك وانت بتقراها. ذال زين ذال. تمام. زين تمام. زين. مين اللي ما قراش يا جماعه؟ أنا أستاذ انا قلت لك يا استاذ صديق، انت ما سمعتنيش. اقرا يا استاذ صديق، حسبي أستاذ اقرا. يا طا مربوطة عظيم. يا ها واو ها ها ما شاء الله. نون ميم ها لام ها كاف ها وا ها فا ها طين ها إين ما شاء الله. ظا عظيم. طا
باد. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.